ليه مش بنحب نفسنا؟ ليه شايفين اننا ما نستحقش الحب ده؟ مع كل وقعة بيبقى فيه دايما جزء من ثقتي بيقع، على اني ساعات مش ببقى متحكمة في حاجة، بس اللي اعرفه ان كل حاجة معمولة عشان تناسبني، بس برضو ساعات مش بحب نفسي والناس بتأثر عليا. النهاردة بحكي لكم قصتي اللي ممكن ناس كتير بتعيشها، وشارك معاكم حاجة عني. بكل بساطة أنا أمنية. معظمنا بيبقى عنده جزء كده من نفسنا ما بنحبهوش. كان في فترة عدت عليا كنت حاسة إن أنا ما استحقش الحب، ما استحقش النجاحات، مش قد اللي أنا بعمله، أو في حاجات أكبر مني وأكبر من تخيلي، إن أنا مش كافية، ودايما بربط نفسي بإنجازي. لو أنا عملت كذا هحب نفسي، ولو أنا ما عملتش كذا هعاقب نفسي. هو المفروض الثقة والحب من غير شروط، في مطبات كتير بنعدي بيها في رحلة إننا نحب نفسنا ونثق فيها، هكلمكم على كل مطب. في منكم دلوقتي اللي بيقول ايه الغرابة دي؟ انا بحس وانا بتعامل معايا بغرابة واحساس غريب. فعشان كده عامل نفسك كشخص بتحبه مش كنفسك عشان ما تحسش بغرابة. وايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ لو انت بتتعامل مع حد صاحبك هتحبه جدا، تكلم معاه بطريقة حلوة، لو عمل حاجة غلط مش هتجلده، هتكلم معاه بالراحة وبكل حب، وكل كلامنا هيكون ايجابي. عاملوا نفسكم كده بالظبط، مش هتحسوا بغرابة وهتحسوا بحب واحتواء للنفس كبير. اننا ما نحبش نفسنا من مراية الناس. تقبل ورفض الناس ليك ملهوش علاقة خالص. زمان لما كنت صغيرة كان كل الناس اللي حواليا بيشوفوني غريبة مش متقبلينها، وكنت مصدقة ده مجرد ان الناس كانت بتقول كده. بس الحقيقة ان الناس بتحط احكام في الظاهر، ومحدش يعرفنا من جوانا غير احنا. فليه احط نفسي في منطقة ضيقة واحسس نفسي دايما في الجزء ده؟ وعلى حسب رأي الناس فيا بقى، جميلة، لون بشرتي، شكل شعري، طريقة كلامي، لبسي ونظراتهم ليا، ده اللي بيحدد ثقتي في نفسي وحب لنفسي، على اني ده غلط جدا. المفروض مبصش على نفسي من مراية ومنظور الناس اللي حواليا، على قد ما انا المفروض ابص على نفسي من مرايتي انا. فخلوا مرايتكم هي اللي تعكس شخصيتكم انتم. جسمك هدية ومفيش حد بيتأمر على الهدايا، ملكوش دعوة بمعايير الكمال الكذابة، معايير الشكل والوزن والطول دي حاجة خارجة عن ارادتك، ودي احلى حاجة من ربنا يديك هدية من صنعه، فانت كامل بعيوبك. الثقة بالنفس زي الموجة بتتغير، ساعات بتعلى وساعات بتوطى، لكن حبنا لنفسنا حاجة تانية. تقديرك لنفسك خالي من الشروط. ثقتك تقل ساعات، بس مش معناه انك تكره نفسك. مهما حصل ممكن يبقى تمام، بس في الاول والاخر انت شخص جميل. خلوا كلام الناس وافعالهم بره دماغكم، يعني اللي يحصل يحصل، مشكله، حوار، موقف محرج، مواقف مش بايدينا، دي مش باقي الحياه ودي مش نهايه الدنيا. وخلوا اللي يقول يقول واللي يحكم يحكم. حب النفس مش غرور، دي حاجه من الصحه النفسيه. لو ما حبيناش نفسنا مش هنقدر نتبادل الحب مع اللي حوالينا. تخيل تبقى انت معقد ودايما كاره حياتك، هل هتقدر تحب اللي حواليك؟ ولو حبيتهم هيبقى في جزء ناقص، حاجه كده خارجه عن التعبير. ما تخلوش اي فشل او غلطه عملتوها تكون شخصيتكم او تديكوا الصوره عنكم. مش عشان عملت حاجه غلط اتصرف دايما بان انا عملت الحاجه الغلط دي، وانب نفسي وضميري دايما ان انا عملت كده ودي شخصيتي ودي انا، على اننا كلنا بنغلط، وعلى اننا احنا موجودين اساسا في الكوكب ده عشان نعمل حاجات غلط. والاحسن ان احنا لما نقع في حاجه زي كده ناخدها ان احنا نخلينا احسن من جوانا، بدل ما نجلد نفسنا. احنا موجودين على الكوكب ده عشان نغلط. اعرفوا ان عمرنا كله ما هنصحى كل يوم واثقين في نفسنا، عشان احنا بني ادمين مش كاملين، وعمرنا ما هنكون كاملين. بس الرضا اهم في الحاله دي. انا راضيه بزحمه تفكيري، وراضيه بكل الهبل اللي عملته، وبعيوب وشي الجميله، وغيره من الحاجات اللي بتقلل رضانا. كل يوم فكروا نفسكم بالكلام ده. الحب هو اللي بيخلينا عايشين. حب الشغل عشان نجيب حاجة بنحبها، وحب الدراسة عشان شعور النجاح، حب الأكل والشرب عشان الاستمرارية في الحياة. الحب أهم حاجة ممكن تديها لنفسك. رسالتي من الفيديو ده، عامل نفسك كصاحب، شوف نفسك من مراية نفسك. جسم الهدية ومحدش بيتأمر على الهدية. الثقة في النفس موجة، وحب النفس مش غرور. حبنا لنفسنا غير مشروط بإنجازات. الحب أهم حاجة تديها لنفسك. وبس كده. لو في حد حواليكم محتاج الكلام ده اعملوا له منشن، وفكروا دايما انه شخص جميل يستحق الحب. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني. بحبكم قوي.